حفظكم الله. السائل هذا الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: رجل كان لا يصلي فيما سبق وتاب إلى ربه وعاد إلى ربه وأقبل على الصلوات بالمحافظة عليها وبعبادة ربه عز وجل. الآن يقول: أريد أن أعوض وأن أقضي ما فاتني من الصلوات الفائتة، كيف أقضيها ومتى تصلى صلواتي الفائتة؟ الصحيح من قول العلماء أن تارك الصلاة إذا تاب، أن تارك الصلاة متعمدا إذا تاب فإنه لا يقضي ما تركه، تكفي التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأنه كان قبل التوبة على غير دين الإسلام، لأن من ترك الصلاة متعمدا الصحيح أنه يكفر. فإذا تاب إلى الله تاب من الكفر، دخل في الإسلام من جديد، يحافظ على الصلوات في المستقبل. نعم.